حدث في عهد أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب أن دخل رجل بجمله إلى أرض زراعية فأكل الجمل من الزرع دون إذن صاحبه. أستغفر الله العظيم. يا رجل، من أنت؟ وماذا تفعل في أرضي؟ كما ترى الجمل جائع وأوشك على الانتهاء من الأكل. من سمح لك بأن تطعمه من زرعي؟ يا أخي، لك ثواب كبير لقاء ما يأكله الجمل من هذا الزرع الرخيص، ولك جزاء الخزي لقاء ما أكله جملك دون استئذان صاحبه. خذ جملك هذا وارحل من هنا. لا تضربه أيها الأحمق. أحمق؟ تدخل أرضي وتأكل من زرعي ثم تسبني؟ قلت لك ارحل أنت وجملك. أتضربني أنا أيضا؟ نعم. أيها المجنون، والله لن أتركك حتى تدفع ثمن ما فعلته بي. بل ستدفع أنت الثمن. خذ. ماذا فعلت بالرجل؟ يجب أن أهرب. هرب زيد بعد أن قتل صاحب الأرض، ولكن رآه رجل التفت بعينه إلى جثة القتيل ونظر بعينه الأخرى إلى القاتل. استطاع إخوة القتيل أن يمسكوا القاتل ثم ذهبوا به إلى المدينة المنورة. وحضر المحاكمة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا أبا ذر الغفاري. ما الخطب؟ رجل من البادية قتل صاحب أرض من مدينتنا. يا سبحان الله، أرواح تزهق هباء. اللهم أجرنا من الشيطان ومن عمل الشيطان. أيها الرجل، هل قتلت أخاهم؟ نعم أيها القاضي، ولكني قتلته دون قصد، كنت فقط أريد الدفاع عن نفسي. أنت قاتل في الحالتين، النفس بالنفس، ومن قتل يقتل، إلا أن يعفو عنك أهل القتيل أو يقبلوا الدية. لا والله، لن نعفو عن قاتل أخينا ولن نقبل الدية. الدم بالدم. أيها القاضي، لي زوجة مريضة وعيال صغار ضعفاء، أناشدك الله أن تتركني أذهب إليهم أودعهم قبل أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولي مال عند شريك لي في تجارتي، دعني آخذ المال منه وأعطيه لزوجتي تنفق منه على عيالي بعد أن تنفذوا في حكم الله. تريد أن تهرب؟ لا والله، سأعود في الموعد المحدد لتنفيذ الحكم. أيها القاضي، إنه يكذب، لا تتركه يهرب. لن أسمح لك بالرحيل إلا أن يكفلك أحد المسلمين. أيها الناس، هل منكم أحد يكفل هذا الرجل؟ لو لم يكفله أحد لأمرت بقتله في الحال. يبدو أن أحداً منكم لن يجرؤ على أن يكفله. كيف نكفله ونحن لا نعرفه؟ وماذا لو عاد إلى بلده ولم يرجع إلينا؟ ساعتها يقتل الكفيل بدلاً منه. نعم، هو ما قلتما. إذن لا بد من القصاص، ولذلك أمرنا بقتل. لا يا سيدي القاضي. ماذا؟ سيدي القاضي، أنا أكفل هذا الرجل. كيف يا أبا ذر وأنت لا تعرفه؟ هو أخي في الإسلام، شعرت بصدقه في حديثه، وأعتقد أنه فعلا لم يقصد القتل، وإنما كان يدافع عن نفسه، فلا ثأر ولا سابق عداء بينه وبين القتيل. نعم، هذا ما أكده إخوته أنفسهم. لذلك سأكفله حتى يعود إلى زوجته وأولاده ويرتب أموره ويستعد لفراقهم. علي أن أحذرك يا أبا ذر، ستقتل بدلا من هذا الرجل
لو لم يعد في موعد تنفيذ الحكم بعد غد عند أذان العصر. مأزق، مصيبة. ساعدني يا رب. سأكفله سيدي القاضي، والله سبحانه وتعالى هو المستعان. حمدا لله. يخاطر بحياته. غريب أمر هذا الرجل. إذن نمهل الرجل يومين اثنين، ثم ننفذ فيه حكم القصاص بعد غد عند أذان العصر، فإن لم يعد نفذنا حكم القتل في كفيله أبي ذر الغفاري. أبا ذر، لن أنسى لك مروءتك وأشكرك على ما صنعت في من معروف. الشكر لله يا أخي، أما أنا فأطلب منك شيئا واحدا قبل أن تعود إلى قبيلتك. أطلب ما شئت فأنت مجاب. عد في الموعد المحدد وإلا. اطمئن، حتما سأعود. هذا عهد بيني وبينك، الله شاهد عليه. نعم، الله شاهد عليه. عاد زيد إلى بيته وحكى لزوجته ما حدث، وظل يفكر في حكم الإعدام الذي كان في انتظاره بالمدينة. اسمع يا زيد، لنهرب الليلة قبل أن يصلوا إليك ثانية. ماذا تقولين؟ ساعتها سيقتلون أبا ذر الغفاري بدلاً مني. لن يجرؤوا على قتلي، إنه صحابي جليل ويعلمون أنه غير مذنب. ولكنه كفلني وضمنني، وهكذا العرف، يقتل الكفيل إذا هرب المدان. يا زيد، أنت محظوظ لأن الذي كفلك رجل في قدر أبي ذر، لن يستطيع أحد أن يمسه بسوء، وأمير المؤمنين بنفسه سيتدخل لحمايته. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تنجو بها من القتل، وينجو أولادك من اليتم. تعلم أني مريضة، فإذا قتلوك مت أنا بعدك، وتيتم أولادنا وتشردوا. أعوذ بالله، ولكني أعطيت عهداً لأبي ذر الغفاري. قلت لك لن يقتلوه. هيا يا زيد، هيا قبل أن يأتي الموعد ويحضروا إلى هنا ويمسكوا بك. هيا. في الموعد المحدد كان السياف في انتظار زيد، وكان في انتظاره أيضاً أبو ذر الغفاري وإخوة القتيل وعدد من المسلمين ليشهدوا تنفيذ الحكم. سيدي القاضي، اقترب أذان العصر والقاتل لم يحضر. ما كان لك أيها القاضي أن تطلق سراح هذا المجرم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، خدعنا الكاذب. لقد حذرتك يا أبا ذر من أن تكفل رجلاً لا تعرفه. ولكنه عاهدني على العودة، وأشهدنا الله على هذا. يا أبا ذر، كيف لمجرم مثل هذا أن يفي بعهده معك؟ والله ما شعرت أنه مجرم، وما ندمت على كفالتي له. حتى الآن سيؤذن العصر حالاً والرجل لم يعد. ربما لاقى في الطريق ما أخره عن العودة في الموعد المحدد. أبا ذر، كيف تلتمس له الأعذار بعد كل ما صنعه معنا ومعك؟ اعترف يا أبا ذر، لقد تسرعت في كفالته، وستدفع حياتك ثمناً لهذا التسرع. والله ما ندمت على خير فعلته أبداً، وحتى وإن قتلتموني بدلاً منه فإني ألقى الله غير نادم ولا متحسر. لو كان الأمر بيدي لعفوت عنك، ولكني أنفذ فيك شرع الله. خذوا أبا ذر إلى السياف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها القاضي،
انتظر، لقد عدت. صدق الرجل، سبحان الله. ها أنا ذا أيها القاضي، دعهم يتركوا أبا ذر وينفذوا في شرع الله. أيها الرجل، لقد ظننا أنك هربت، فما حملك على العودة وجرأك على الموت؟ العهد الذي أخذه علي أبو ذر وجعلنا الله عليه شهيدا، خشيت أن أهرب ولا أعود فيقال ذهب الوفاء من الناس. وأنت يا أبا ذر، ما الذي حملك على كفالته؟ والله خشيت ألا يجد أحدا يكفله فيقال ذهب الخير من الناس. أيها القاضي، لقد عفونا عن هذا الرجل. ماذا؟ غريب، ما الذي حملكم على أن تعفوا عنه بعد أن كنتم مصرين على القصاص منه؟ خشينا أن يقال ذهب العفو من الناس. الله أكبر، الله أكبر. لا تحزن يا خزيمة، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ونعم بالله. يمكنك أن تسترد الأموال التي أقرضتها لأصدقائنا وجيراننا. لا، لم أقرضهم شيئاً، كانت صدقات احتسبتها عند الله. ولكنك الآن في أشد الحاجة إليها، وعليك ديون كثيرة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. أدخلي الآن لأنظر من الطارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من أنت؟ فاعل خير، جئت أساعدك في محنتك كما ساعدت آخرين في محنهم. تفضل. ما هذا؟ بعض المال تسدد به ديونك وتقيم به تجارتك من جديد. والله لن آخذ منك هذا المال حتى أعرف من أنت. أنا جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام؟ نعم، ألست في عثرة؟ وأنت من أكرم الكرام في المدينة؟ أنا جئت لأجبر عثرتك وأجبر بخاطرك، تفضل. من كان الطارق يا خزيمة؟ رجل أعطاني هذا الكيس من النقود وقال إنه جابر عثرات الكرام. الحمد لله الذي فرج همنا وكشف كربنا. انظر، إنها 4000 دينار. مبلغ كبير حقا. الآن فقط تستطيع أن تسدد كل ديونك وتعود لتجارتك. الحمد لله الذي أعانني على فعل الخير. أين كنت يا عكرمة؟ بثينة، ظننتك نائمة. كنت في انتظارك. عكرمة الفياض والي جزيرة العرب كلها لا يخرج من بيته في منتصف الليل إلا لأمر مهم. نعم، أمر مهم، ولن أستطيع أن أخبرك به. أستطيع أن أتوقع. النساء يا عكرمة. أستغفر الله العظيم، أما زلت تغارين علي يا بثينة؟ قل لي أين كنت وأنا أمتنع عن الغيرة فوراً. والله ما أنزلني إلا أمر خير، أردت أن أحتفظ به لنفسي حتى يكون خالصاً لوجه الله. سأحتفظ به معك، ولكن لابد أن أعرفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. تكلم يا عكرمة، أنت تعرف أنني لن أستريح حتى أعرف كل شيء. أعرف يا بثينة، لقد جئت الآن من عند خزيمة بن بشر. خزيمة؟ وماذا كنت تفعل عنده في هذه الساعة المتأخرة؟ حكى عكرمة لزوجته بثينة عن المال الذي أعطاه لخزيمة،
وطلب منها ألا تبوح لأحد بهذا السر أبداً. ومرت فترة انصلحت فيها أحوال خزيمة وربحت تجارته، واستدعاه الخليفة سليمان بن عبد الملك في قصر الخلافة. طارت غيبتك عنا يا خزيمة. كنت في حالة سيئة ولم أشأ أن تراني عليها يا مولاي. وكيف لم تأتي لطلب المساعدة؟ منعني حيائي عن ذلك، والحمد لله الذي جعل من بعد عسر يسرا. وعلى يد من جاءك هذا اليسر؟ رجل لم يشأ أن يبوح باسمه جاءني ملثما في نصف الليل وقال إنه جابر عثرات الكرام. جابر عثرات الكرام؟ لقد تردد هذا الاسم كثيرا هذه الأيام. أسمعت عنه يا مولاي؟ وتمنيت لو أني عرفته والتقيت به لأشكره على ما يقدمه من فعل الخير مع كل الناس. أنا أيضا ما زلت أبحث عنه حتى الآن. إذا عثرت عليه فأتني به فورا. سمعا وطاعة يا مولاي. المهم، لقد دعوتك الآن لأعينك واليا على جزيرة العرب. أنا يا مولاي؟ أنت لها يا خزيمة، بما عرفناه عنك من طيب الأخلاق وحسن العمل والإخلاص. والوالي الحالي عكرمة الفياض. تذهب إليه الآن وتستلم منه الولاية وبيت المال. أحصينا المال في بيت المال يا عكرمة، ووجدنا فيه نقصاً ب4000 دينار. سكت عكرمة، لم يستطع أن يصارح خزيمة أو يحرجه ويقول له إنه المبلغ الذي أعطيتك إياه من بيت المال. أراك ساكتاً، أين أنفقت هذه الأموال؟ أنفقتها في الخير، أعنت بها واحداً من المسلمين. واحداً فقط؟ تعطي هذا المبلغ الكبير لشخص واحد؟ كان يستحقه، كان عزيز قوم، وخشيت أن يذل. هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصانا أيضاً بالأمانة. والله ما ضيعت الأمانة طيلة ولايتي. ومن هو هذا الشخص الذي ساعدته بالمال؟ لم أفضحه حين ساعدته، ولن أفضحه الآن. ولماذا لم تعطيه من مالك الخاص؟ لم يكن معي هذا المبلغ الكبير، وكان الرجل في حاجة إليه. إذن عليك أن تعيد هذه النقود فوراً إلى بيت المال. ليس معي الآن من المال ما يكفي لذلك. وليس أمامي إلا أن أضعك في السجن حتى تعيد إلى بيت المال ما أخذته منه. السجن يا خزيمة؟ نعم، جزاء لك على ما فرطت في مال المسلمين. سجنت عكرمة الفياض؟ سيقول الناس الوالي الجديد سجن الوالي القديم. لا يهم ما يقوله الناس، إنني أنفذ ما أمر الله به. قال لك عكرمة إنه ساعد بهذا المال واحداً من المسلمين، ولم يقل من هو، ولهذا لم أصدق. ادخلي أنت الآن. كما ترى. السلام عليك يا والي الجزيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ أنا زوجة عكرمة الفياض. وجئت الآن لتعاتبيني في سجن زوجك؟ لا، جئت أسأل سؤالاً واحداً، أهكذا تفعل بجابر عثرات الكرام؟ جابر عثرات الكرام؟ نعم، الرجل الذي جاءك في منتصف الليل وأعطاك 4000 دينار. وكيف عرفت بهذه القصة؟ لأنه لم يحدث بها أحداً غيري. من هو؟ جابر عثرات الكرام هو زوجي عكرمة. عكرمة الفياض هو جابر عثرات الكرام؟
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم كما دعاك بها نبيك يونس فنجيته من بطن الحوت، اللهم نجني بها من سجني هذا. عكرمة. سيدي خزيمة. بل أنت سيدي يا عكرمة، سامحني على ما فعلته بك. وما الذي دفعك إلى أن تأتي الآن وتطلب مني السماح؟ عرفت أنك جابر عثرات الكرام. أنا الذي أحسنت إلي فأسأت إليك. تعال معي الآن. إلى أين؟ تغتسل وترتدي أفضل الثياب، ثم نرحل غدا إلى الخليفة سليمان. لقد طلب مني أن آتيه بك فور عثوري عليك. يا عكرمة، ما ظننت أبداً أنك أنت جابر عثرات الكرام. والله يا مولاي ما كنت تاركها لغيري، كنت والي القوم والمسؤول عن حل مشكلاتهم وجبر عثراتهم. يبدو أنني أخطأت عندما أبعدتك عن الولاية. عفواً، ما أخطأت يا مولاي، لقد وليت من هو أفضل مني. بل أنت الأفضل يا عكرمة، وأرى يا مولاي أن تعيده إلى ولاية جزيرة العرب، لن تجد من هو أخلص ولا أكفأ منه. نعم، وليتك على الجزيرة مرة أخرى يا عكرمة، وتركت لك شأن خزيمة. إن شئت عمل تحت إمرتك وأعانك على شؤونها. بالطبع يا مولاي، فهو نعم المساعد والمعين. من يومها عمل خزيمة وعكرمة جنباً إلى جنب في ولاية جزيرة العرب، فكانت أفضل سنوات الخلافة في عهد سليمان بن عبد الملك. وظل عكرمة الفياض يعرف بين الناس حتى مات بلقبه الأشهر جابر عثرات الكرام. الإمام أحمد بن حنبل رابع أئمة الفقه عند المسلمين، ولد في بغداد سنة 164 هجرية، واشتهر بالفقه وعلم الحديث. ألف كتاب المسند، وهو من أشهر كتب الأحاديث النبوية. قال عنه الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما تركت فيها أتقى ولا أفقه من أحمد بن حنبل. أبي، أما زلت مستيقظاً حتى الآن؟ أرهقني كثيراً يا بني. من هو؟ حديث نبوي، أبحث عن صحة سنده. وهل وجدته؟ أفكر في السفر إلى الشام، أعتقد أن عالماً هناك يمكن أن يفيدني في هذا الأمر. تسافر من بغداد إلى الشام من أجل حديث نبوي واحد؟ العلم يا صالح يستحق منا أن نبذل فيه كل وقتنا ومالنا وجهدنا، هكذا فعل العلماء من قبلنا، ولولاهم ما تعلمنا أمور ديننا. ولكنها رحلة طويلة ومرهقة. أدعو الله أن يعينني عليها. وسافر الإمام أحمد بن حنبل من بغداد إلى الشام أياماً طويلة من التعب والجوع والعطش، بحثاً عن السند الصحيح لحديث نبوي واحد. أخيراً وصل ابن حنبل إلى الشام ليلاً ولا أحد يعرفه فيها. كان ابن حنبل مشهوراً جداً باسمه، ولكن لا أحد في الشام يعرف شكله. نزل عن دابته مرهقاً وجائعاً ولا يعرف أين سيبيت ليلته. الله أكبر، الله أكبر. اللهم دبر لي أمر مقامي. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم وفقني في مهمتي وأعدني إلى بلدي سالما غانما. يا هذا، أنت يا هذا؟ نعم. قم سريعاً، هذا المسجد للصلاة وليس للنوم. ولكني غريب عن المدينة، عابر سبيل كما يقولون. وأنا خادم المسجد وأمرت ألا أسمح لأحد بالنوم فيه. يا أخي، إنها سويعات قليلة ثم يؤذن للفجر، فأصلي وأذهب لأواصل رحلتي. قلت لك النوم ممنوع في المسجد. يا بني، أنا ضيف الله وهذا بيت الله، وأنا لدي أوامر ولا بد أن أنفذها. إذن فأين أبيت ليلتي؟ هذا ليس شأني. هيا أخرج، أخرج بسرعة قبل أن أستدعي لك الحراس. لا حول ولا قوة إلا بالله. استحى الإمام أن يخبر خادم المسجد بشخصيته. لم يكن له إني أنا الإمام الشهير أحمد بن حنبل، خشي أن يتهم بالتكبر والاستعلاء، وهذه شيم الكبار من العلماء. تفضل بالخروج. على رسلك يا بني، أنا في عمر والدك. والدي ليس مجادلا مثلك، أرهقتني وأضعت وقتي. سالم، ما لك تصيح غاضبا هكذا؟ هذا الرجل أصر على المبيت في المسجد، يدعي أنه غريب وليس له مكان يبيت فيه. أهكذا يا سالم نعامل ضيوفنا؟ المسجد ليس بيتي لأستضيف فيه أحدا، خذه أنت إلى بيتك إن شئت. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا تؤاخذه بما فعل. سبحان الله، أتدعو له بعد كل ما فعله معك؟ هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام كان يدعو لقومه رغم ظلمهم له، كان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يبدو أنك رجل صالح، من أين جئتنا؟ من بغداد. وليس لك أحد في الشام؟ لي الله وحده. ونعم بالله، تعال معي، ستبيت الليلة في داري. في دارك؟ نعم، سأعمل بنصيحة خادم المسجد. أنت ضيفنا، وواجب على المضيف إكرام ضيفه. الخباز الطيب أخذ الإمام أحمد إلى داره، ولم يكن يعلم أنه هو الإمام الشهير أحمد بن حنبل. العشاء يا ضيفي العزيز. كل هذا الطعام؟ إنه قليل وبسيط، بعض اللبن والجبن والعسل مع الخبز الذي أصنعه بنفسي في مخبزي. بارك الله لك في منزلك ومخبزك. هل تعيش هنا بمفردك؟ نعم، منذ تزوجت ابنتي وسافرت مع زوجها، ثم ماتت زوجتي وتركتني وحيدا، رحمها الله. أعددت لك الغرفة الداخلية للنوم، وإذا أردت شيئاً فعليك أن توقظني فوراً. ولكنك حتى الآن لم تسألني من أنا ولا لماذا جئت إلى هنا. هكذا علمنا ديننا الإسلام الحنيف، نكرم الضيف ولا نسأله حتى 3 أيام من إقامته عندنا. يبدو أنك على علم بشؤون دينك. أجتهد في تحصيل العلم قدر ما أستطيع، أعرف أن طلب العلم فريضة عين على كل مسلم، وأؤديها مثل بقية الفرائض من صلاة وزكاة وصوم. أكثر الله من أمثالك، وتقبل منك طاعتك وعبادتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. أستغفر الله العظيم. اللهم ارحم زوجتي وبارك لي في ابنتي. أستغفر الله العظيم.
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا مبلغ علمي، ولا إلى النار مردي. أستغفر الله العظيم. اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني، واجعلهم الوارث مني. لماذا أستغفر قبل كل دعاء؟ غفر الله لك يا أخي. ضيفي العزيز، هل أزعجك صوتي وأيقظك من النوم؟ لا والله، كان صوتك عذبا جميلا وأنت تتلو القرآن. ولكني أريد أن أسألك، لماذا تستغفر الله قبل كل دعاء تدعوه؟ أعمل بمبدأ التخلية قبل التحلية. التخلية قبل التحلية؟ نعم، أستغفر الله من كل ذنب حتى يتقبل مني كل دعاء. فكرة جميلة. هل أكتمك سرا؟ سرك في بئر عميقة. والله ما دعوت الله بدعوة سبقتها بالاستغفار إلا واستجابها الله. تقصد أنه سبحانه وتعالى استجاب لكل دعواتك؟ إلا دعوة واحدة أدعوها منذ زمن طويل ولم تستجب حتى الآن. وما هي؟ أن ألتقي يوما بالإمام أحمد بن حنبل. الإمام بن حنبل؟ ولماذا هو بالذات؟ لأنني قرأت عنه الكثير واستفدت منه في ديني ودنياي. كنت أريد أن ألقاه لأشكره على علمه الذي انتفعت به، وأدعو الله أن يجعله في ميزان حسناته إلى يوم الدين. أيها الرجل الطيب، لقد استجاب الله دعوتك. أنا أحمد بن حنبل. يا الله، أنت الإمام أحمد؟ نعم أنا، دعوت الله أن تلقاني فأتاك الله بي، وخادم المسجد جراني إليك جرة. الحمد لله، الحمد لله أني التقيت بك يا إمام. والله لقد تعلمت منك الكثير. وأنا أيضا تعلمت منك. من الآن فصاعدا سوف أستغفر الله قبل كل دعاء. مدينة سمرقند في دولة أوزبكستان في آسيا الوسطى، دخلها جيش المسلمين سنة 92 هجرية. فاجتمع كبير الكهنة مع 2 من مساعديه في معبد المدينة الكبير. حدث ما كنا نخشاه، وصل المسلمون إلى بلدنا ودخلوها منتصرين. ضاعت مصالحنا، ولم يعد أهل بلدتنا يلجؤون إلينا في شؤون دينهم ودنياهم. لم يعد لنا نفوذ ولا هيبة ولا مورد رزق. هذا هو اليوم الذي كنت أتمنى الموت قبل أن أراه. هكذا فعل المسلمون بكل البلاد التي دخلوها من قبلنا. لا، قبل أن يفتحوا هذه البلاد خيروا أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. ترى ما الذي جعلهم يحاربوننا دون تخيير؟ لو سألت قائد جيشهم هذا السؤال هل سيجيبك عليه؟ ولماذا نسأل قائد الجيش هنا؟ فلنسأل قائده الأعلى، خليفة المسلمين. خليفة المسلمين؟ نعم، هو الذي يرسل الجيوش لتفتح المدن ويعطي أوامره لقوادها. سمعنا أنه رجل عادل ولن يظلمنا إذا سمع شكوانا ضد جيشه. ماذا تقول؟ نشكو جيش المسلمين إلى خليفة المسلمين. ولم لا؟ ربما تصرف قائد الجيش دون علمه. حقا يا سيدي، لن نخسر شيئا إذا قمنا بهذه المحاولة. بعد أيام كان كبير كهنة سمرقند في حضرة الخليفة العادل أمير المؤمنين. مرحبا بضيفي من سمرقند، آخر مدينة دخلت في الإسلام. دخلت بالقوة أيها الملك. أنا لست ملكا بل ولي أمر المسلمين. المسلمون يفتحون البلاد بالسلاح. نفتح البلاد لخير العباد، لنحرر ساكنيها من ظلم حكامهم ونمنحهم كل حقوقهم المسلوبة. وتعرضون عليهم دينكم؟ نعم، إذا أسلموا سلموا، وإذا لم يسلموا فلهم دينهم ولنا ديننا. ولماذا تجبرونهم على دفع الجزية في حال عدم إسلامهم؟ لأننا في هذه الحال سنحارب عنهم ونحميهم من بطش أعدائهم، ونبذل في ذلك
أرواحنا وأموالنا. وإذا لم يدفعوا الجزية؟ كانت الحرب حتى ينصرنا الله. ولكن قائد جيشك قتيبة بن مسلم الباهلي فتح مدينتنا دون أن يخيرنا بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. إذن سأرسل إلى قاد المسلمين في الحال ليحكم بينك وبين قتيبة. قائد جيش المسلمين يقف أمام القاضي ليحكم بينه وبين واحد من أهل المدينة التي غزاها؟ نعم، الكل سواسية في الإسلام، هكذا علمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ولكن القاضي حتما سيخشى القائد. قاضي المسلمين لا يخشى إلا رب العالمين، ولا يحكم إلا بشرع الله. هل أنت قتيبة بن مسلم الباهلي؟ نعم يا سيدي القاضي. هل صحيح ما قاله كبير الكهنة أنك دخلت هذه المدينة بجيش من المسلمين دون أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب؟ نعم يا سيدي القاضي. نعم؟ اندهش كبير الكهنة من صدق القائد قتيبة، كان يعتقد أنه سينكر التهمة حتى يتبرأ منها. حسن، ما الذي دفعك إلى ذلك؟ أليست من سنتنا نحن المسلمين أن نخير أهل البلد قبل أن ندخله بالقوة؟ صحيح، ولكن أهل البلاد التي دخلناها قبلهم لم يقبلوا جميعاً بالإسلام أو الجزية، فتوقعت أن أهل سمرقند سيفعلون مثلهم، فلم أخيرهم لأني فضلت أن أباغتهم حتى أنتصر عليهم. ها أنت باعترافك قد أقمت الحجة على نفسك وساعدتنا في الحكم عليك. ستحكم عليه الآن أيها القاضي؟ نعم. بهذه السرعة؟ ليس هناك سبب للتأخير أيها القائد قتيبة. حكمنا عليك أن تنسحب بجيش المسلمين في أسرع وقت من مدينة سمرقند، وإذا أردت أن تعود إليها فاتحا مرة أخرى فعليك أن تخير أهلها بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. أكاد لا أصدق هذا الحكم العجيب. وأنا أيضاً، كيف لقاضي المسلمين أن يحكم على قائد جيش المسلمين بالانسحاب من مدينة قد فتحها وانتصر فيها؟ أما أنا فدهشتي أكبر، كيف لقاضي المسلمين أن يحاكم قائد الجيش أصلاً؟ نعم، فعندنا القائد هو القاضي وهو الذي يحكم. عجيب شأن هذا الدين، الخليفة يأمر؟ والقاضي يحكم والقائد يطيع، ولكنه لم يطع حتى الآن. ماذا تقصد؟ يقصد أن الجيش لم يبدأ الانسحاب. جيش بحجم جيش المسلمين سيحتاج وقتا طويلا قبل أن ينسحب من مدينة بحجم سمرقند. وهل سيطيع الجيش قائده وينسحب بالفعل بعد كل ما حقق من مكاسب وانتصارات؟ أعتقد أن الجيش سيطيع قائده كما أطاع القائد القاضي وأطاع القاضي الخليفة. يبدو أن الطاعة هي كلمة السر في هذا الدين. هكذا قال لي خليفتهم، رأس الطاعة طاعة الله، وأساس الخشية خشية الله. ما هذا الدين؟ عاد كبير الكهنة إلى منزله حائراً في أمر هذا الدين العجيب الذي لا يسعى أصحابه إلى مال أو جاه، ولا يهمهم إلا طاعة الله ورضوانه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انتبه كبير الكهنة إلى صوت ابنته الوحيدة وهي تتلو القرآن. صدق الله العظيم. مارتينا، ماذا تقرأين؟ أقرأ القرآن يا أبي، كتاب المسلمين المقدس. ولما؟ هل تريدين أن تسلمي؟ ولماذا لا أسلم؟ هل أنت مجنونة؟ ألم تعلمي أن المسلمين سيخرجون من بلادنا قريباً جداً؟ لهذا أريد أن أسلم. كيف؟ منذ دخلوا مدينتنا وأنا أراهم يعاملوننا
بكل حب وعدل وخير، عرفت أن دينهم هو الذي أمرهم بذلك، فقرأت قرآنهم ودرست شرائعهم وفكرت في اعتناق دينهم. ثم ماذا؟ عندما علمت أن قاضيهم حكم على قائدهم بالخروج من مدينتنا لأنهم لم يخيرون قبل دخولها، ارتاح قلبي كثيراً، فقد كان هذا هو ما أخذي الوحيد عليهم منذ دخلوا بلادنا. وما أدراك أنهم سينسحبون حقاً؟ لو انسحبوا سأسلم، ولو تراجعوا عن الانسحاب فلن أصدقهم ولن أعتنق دينهم. انسحب جيش المسلمين من سمرقند في واقعة لم يشهدها التاريخ من قبل، وبات الصمت يلف الشوارع الخالية والبيوت المغلقة. ماذا حدث؟ أين الناس؟ ظننت أنهم سيفرحون برحيل المسلمين وسينطلقون في الشوارع يقيمون الأفراح. الناس يا سيدي لم يصدقوا أن المسلمين انسحبوا بحكم قاضيهم، وهو ما أتى بنتيجة عكسية وجعل أهل سمرقند يحترمون هذا الدين العجيب، واعتنقه كثير منهم. ماذا تقول؟ أقول الحقيقة، رحل المسلمون عن مدينتنا ولكن بقي الإسلام في قلوب أهلها. أراك تدافع عن هذا الدين، فهل اعتنقته سرا؟ بل اعتنقته جهرا، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. تنطق أمامي أنا كبير الكهان بشهادة الإسلام؟ نعم يا سيدي، فمن أسلم أمره لله لا يخشى إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. مارتينا! أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. لا لا، إنها مؤامرة، مؤامرة كبيرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. بينما كان عدد من الصحابة يجلسون بين يدي الرسول الكريم، إذ قال صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فوجئ الصحابة برجل لا يعرفونه يدخل المسجد وتتساقط عن وجهه آثار مياه الوضوء. ما شاء الله، وجهه هذا هو الرجل. ليتني مثله. تبارك الله، هنيئا له. سبحان الله، ترى من هو؟ بسم الله توكلت على الله. خرج من المسجد عبد الله بن عمرو بن العاص وظل يرقب الرجل. إلى ما تنظر يا عبد الله؟ أريد أن أعرف من هذا الرجل الذي شهد له رسول الله بأنه سيدخل الجنة؟ والله لا أحد منا يعرفه، أنا سأعرف. في اليوم التالي وفي التوقيت نفسه حدث ما حدث في اليوم السابق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فتطلع الصحابة إلى باب المسجد علهم يجدون شخصاً آخر، ولكنهم فوجئوا بالرجل نفسه يدخل المسجد كما دخله يوم أمس، وهو ما تكرر في اليوم الثالث أيضاً. بسم الله توكلت على الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. يا عبد الله انتظر. لا أستطيع الانتظار. إلى أين تذهب؟ خلف هذا الرجل. ألا تريد أن تنساه؟ لابد أن أعرف لماذا سيدخل الجنة، وما الذي يفعله حتى أفعل مثله وأدخل الجنة. لم يفكر أحد غيرك من الصحابة أن يلحق به؟ الحمد لله، حتى لا يشعر بنا. تعني أنك تسير خلفه في الخفاء؟ حتى الآن
ولكن لابد أن أظهر له في وقت ما. أريد أن أذهب معك. لا، هذه مهمة فكرت أنا فيها ولن يقوم بها غيري. إذن عدني أنك إذا عرفت سر هذا الرجل أن تبوح به لي. أعدك بذلك، ولكن عدني أنت أيضاً ألا تخبر أحداً بأنني تتبعت الرجل لأعرف ماذا وراءه. أعدك يا عبد الله، وأدعو الله أن يوفقك لتكشف سره لنا. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا لا أجد مكاناً أبيت فيه، وقد رأيتك تخرج من مسجد رسول الله فتوسمت فيك الكرم والصلاح، فهل يمكن أن تستضيفني في بيتك حتى أجد مكاناً آخر؟ على الرحب والسعة يا بني، تفضل. السلام عليكم يا أهل الدار. اطمئن، لا أحد في المنزل، فأنا أعيش وحيداً. بارك الله لك في منزلك. لنتناول إذن طعام الغداء. ولكنه طعامك. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أكل عبد الله من طعام الرجل ولم يبح له بسر مجيئه إليه حتى فرغ كلاهما من الطعام. الحمد لله. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وأوجد مخرجه. هلما يا بني لأصحبك إلى الحجرة التي ستبيت فيها. بات عبد الله 3 أيام في بيت الرجل الذي قال عنه رسول الله إنه من أهل الجنة. كان يرقبه كل يوم في النصف الثاني من الليل وحتى الفجر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمرك عجيب أيها الرجل، بقيت 3 أيام في منزلك ولم أرك تصلي قيام الليل ولو مرة واحدة. كل ليلة تصلي العشاء ثم تنام، ثم تصحو قبل الفجر وتبقى في فراشك تذكر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعال يا بني نتوضأ ثم نخرج معا إلى صلاة الفجر. كان عبد الله يسير مع الرجل إلى المسجد وما زال حائرا في أمره، ظل يكتم سره ولم يقل له عن السبب الذي أتى به إلى بيته، ولكنه كان يعلم أن اليوم هو 3 والأخير وعليه أن يغادر منزل الرجل بعد الرجوع من الصلاة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم علي نعمتك وعافيتك
وسترك في الدنيا والآخرة. هات عنك يا عم، سأساعدك. شكرا يا بني، لقد انتهيت من التنظيف، ثم إنك ضيفي وليس على الضيف عمل. لقد انتهت ضيافتك لي، والآن أودعك. في أمان الله. قبل أن أرحل أريد أن أعترف لك بأمر ما. تفضل. كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف. وماذا بعد؟ ثلاثة أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه. سبحان الله. أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟ أريد بالطبع. إنه أنت يا عم. أنا؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة. والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت. ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي، أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟ أنا نفسي لا أعرف، فبقدر سعادتي بشهادة الرسول لي، بقدر شعوري بقلة عملي وتقصيري في الطاعة والعبادة. إذن سأتركك وأنا بالحيرة التي جئتك بها، بل وربما أكثر حيرة. ليتني أستطيع أن أزيل حيرتك، ولكني كما قلت لك لا أفعل سوى ما رأيت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسمع يا بني. ماذا؟ أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة، وهذا ما لا نطيقه نحن. في عهد الخليفة عمر بن الخطاب استطاع المسلمون فتح العراق وتحريرها من الاستعمار الفارسي. هرب يزدجرد ملك الفرس من المعركة، وخلف وراءه غنائم كثيرة جمعها المسلمون، وعاد الجيش لأول مرة بكنز من الجواهر والتحف بهرت أعين الناس. ولكن أكثر ما لفت أنظار المسلمين وقتها هن بنات الملك الهارب يزدجرد، الأميرات الثلاث التي وقعن في الأسر. وعاد بهن جيش المسلمين إلى المدينة المنورة. في منزله اجتمع محمد بن أبي بكر الصديق بصديقيه عبد الله بن عمر بن الخطاب والحسين بن علي بن أبي طالب. لا حديث للناس في المدينة إلا عن الأميرات الثلاث بنات يزدجرد. بالطبع يا محمد، إنها المرة الأولى التي يعود فيها الجيش ومعه أميرات أسيرات. قال الحسين بن علي: لقد هرب أبوهن وتركهن فوقعن في الأسر. سبحان الله، ثلاث آيات في الحسن والجمال، ولهذا أثرنا غيرة نساء المدينة. قال الحسين: علمت أن الفاروق عمر قد طلب من أمنا عائشة رضي الله عنها أن تستضيف الأميرات الثلاث في بيتها. نعم، وقد أكرمتهن وأحسنت معاملتهن من اللحظة الأولى. هل تعرفان أين نحن الآن؟ نعم، صاحبة البيت هي أرملة نبي المسلمين. كيف يكون بيت نبيهم بهذا التواضع؟ يبدو أنهم أهل زهد لا ملك. الملك هذا ما ضاع منا منذ دخل المسلمون العراق وهرب أبونا منهم. ولكن عائشة صاحبة البيت تعاملنا برفق وكأننا ضيوف كرام عندها. ليس هي فقط، كل المسلمين هنا يحسنون معاملتنا. لن نخدع أنفسنا، أحسن معاملتنا أم أساؤها نحن أصبحنا إماء، وأي فرد من عامة المسلمين يمكنه أن يشترينا ويتخذنا جواري عنده. المشكلة الأكبر أن نتفرق في بيوت ثلاثة ولا نجتمع ثانية. أي حياة هذه التي سنعيشها؟
كنا أميرات فأصبحنا إماء. دخلت أمنا عائشة وقد سمعت حوارهن فابتسمت وقالت لهن: لا والله، لن تصرن إماء بعد اليوم. ماذا تقصدين؟ قالت السيدة عائشة: قاضي المسلمين علي بن أبي طالب أعتق رقابكن من بيت مال المسلمين، وعادت كل واحدة منكن الآن حرة طليقة كما كانت قبل الأسر. في اجتماعهم في المسجد النبوي سأل الحسين أباه: لماذا أعتقت الأميرات الأسيرات يا أبي؟ فقال علي: لقد كنا في عزة في غير الإسلام، ولا يصح أن يعشن في ذل في دولة الإسلام، يجب أن يرين عزا في الإسلام أكثر مما رأينه في غيره. حقا، دائما نتعلم منك يا ابن عم رسول الله. ولكن هل رجعت إلى الخليفة عمر في ذلك الأمر؟ قال علي في ذكاء: بارك عمر ما فعلت، رغم أنني لم أرجع إليه قبل أن أحرر الأميرات الأسيرات. ولماذا لم ترجع إليه؟ قال علي: لأن الأمر يخص قضية العدل، وأنا قاضي قضاة المسلمين والمسؤول الأول عن العدل في دولة الإسلام. بارك الله فيك، لقد أحسنت إلى هؤلاء الأميرات وأثبتت لهن أن الإسلام دين عزة وكرم وإحسان. قامت صداقة بين الأميرات الثلاث وأم مصطح خالة السيدة عائشة. تفضلنا الطعام، شاركتني أم المؤمنين في صنعه. شكرا لك يا أم مصطح، ولكن لماذا تنادون السيدة عائشة بأم المؤمنين؟ هكذا قال الله تعالى في القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، صدق الله العظيم. عرفنا أن النبي تزوجها وهي في سن صغيرة. هذه حكمة الله، كي تعيش بعده سنين طويلة وتحكي للناس كل ما رأته من أفعاله وسمعته من أقواله عليه الصلاة والسلام. وما هو أكثر ما أحبته في النبي؟ تقول عنه دائماً إنه كان صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض، وكما قال عنه رب العزة جل جلاله: إنك لعلى خلق عظيم. ولكننا في دهشة من أمرها، بقينا في بيتها فترة طويلة ولم تدعونا إلى الإسلام. دعتكما بأفعالها لا بأقوالها. الحقيقة لم نتوقع منكم هذه المعاملة الكريمة منذ وقعنا في الأسر وحتى تم تحريرنا. قولي لنا يا أمنا، ماذا يقول المرء حين يريد الدخول في الإسلام؟ هنا دخلت السيدة عائشة وقالت لهن: من يريد أن يدخل في الإسلام فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. كنت بعيد النظر يا إمامنا عندما أعتقت الأميرات الفارسيات. نعم، فقد أسلمنا جميعاً ليلة أمس على يد أمنا عائشة رضي الله عنها. قال الحسين بن علي: ذلك لما رأينا من خلق الإسلام وعزته. وقال الإمام علي كرم الله وجهه: الحمد لله الذي هداهن إلى الإسلام وعوضهن به عن ملكهن السابق. ولكن ماذا بعد أن تم عتقهن وإسلامهن؟ كيف سيعشن بين المسلمين ويتم دمجهن في مجتمع الإسلام؟ قال الإمام علي: لا بد للحرائر من الزواج. نعم، عندما يتزوجن منا
يفهم المجتمع كله معنى التعايش، ويصبح من المقبول أن يتزوج المسلمون من الأجنبيات، خاصة اللاتي أسلمن منهن. تقصد أن تتزوج الأميرات الفارسيات من عامة المسلمين؟ قال الحسين: لو تزوجن من العامة ربما أذلهن أزواجهن. نعم، ولربما طالب واحد من العامة بحقه في عرش يزدجرد بعد أن تزوج ابنته. قال الإمام علي: هؤلاء الأميرات السابقات لابد أن يتزوجن بأبناء كبار الصحابة وأغنيائهم، حتى لا يحرمن من العز الذي تمتعن به في كنف أبيهن قبل الإسلام. نظر أبناء الصحابة الثلاثة إلى بعضهم نظرة ذات مغزى، وفهموا أن الإمام علي يريد منهم أن يطلبوا الزواج بالأميرات الثلاثة. حمدا لله على سلامتك يا حبيبتي. سلمك الله يا زوجي الحبيب، انظر إلى ابننا يشبهك كثيرا. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ماذا سنسميه؟ القاسم، على اسم ابن رسول الله الذي مات في حياته صلى الله عليه وسلم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. جده لأبيه هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، وثاني اثنين إذ هما في الغار. وجده لأمه هو يزدجرد ملك الفرس. هل ستسميه سالم؟ نعم، على اسم سالم مولى أبي حذيفة صديق أبي عمر بن الخطاب. لقد قال فيه أبي: والله لو كان سالم حياً لوليته الخلافة من بعدي. سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. جميل اسم ابننا يا زوجي العزيز، زين العابدين ابن الحسين. جده علي بن أبي طالب، وهو ابن حفيد رسول الله عليه الصلاة والسلام. كبر الأحفاد الثلاثة: سالم بن عبد الله بن عمر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وزين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. تفقهوا جميعا في الدين، وصاروا من أئمة علماء المسلمين، ومن فقهاء المدينة السبعة الذين انتشر علمهم إلى كل الدنيا، وكان أساس المذاهب الفقهية الأربعة التي يسير عليها المسلمون حتى يومنا هذا.